بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في مسيرة المائة فقرة من كتاب الامتحان. وصلنا بحمد الله إلى الفقرة الثامنة والسبعين. الرقيب أول عبد العاطي صائد الدبابات، اسمه محمد عبد العاطي شرف من مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عرف ولقب بصائد الدبابات، منحه الرئيس أعلى وسام حربي في مصر وهو وسام نجمة سيناء الذهبية، ونوط الواجب العسكري تكريما. خلي بالك أحط قبلها من أجل كده، هتلاقي الكلام يمشي من أجل تكريم، أو جاوب كده أعملها يعني سؤال بلماذا، لماذا منحه الرئيس الوسام تكريما، يبقى مفعول لأجله طبعا منصوب علامة نصبه الفتحة، تكريما له على ما قام به خلال حرب أكتوبر 73 من بطولات عظيمة. طبعا عظيمة نعت هنا لكلمة بطولات مجرور علامة جره الكسرة، حيث قام بتدمير العديد من دبابات العدو الصهيوني، وصلت حصيلتها إلى 23 دبابة. انتبه بقى، طالما جت كلمة بعد العدد من 11 ل99 تمييز منصوب، ويا ما قلناها قبل كده، يبقى دبابة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وثلاث عربات مجنزرة. ومن أقواله: الثقة بالنفس والإيمان بالله أهم، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أهم من الأسلحة والتكنولوجيا، خاصة عندما يدافع الإنسان عن حق مطلق وأصيل. بقول لي استخرج اسم تفضيل وبين وزنه. طبعا عارفين اسم التفضيل بيبقى على وزن أفعل أو فعلة، يعني كلمة أهم اللي قدامنا فوق ديت اسم تفضيل، أيوة، لأن الميم بتاعتها مشددة فتبقى أهم ما، يبقى أفعل، يبقى الهمزة آ والهاء فا والميم الأولى عا والميم الثانية لا، فكلمة أشق وكلمة أهم وكلمة أحب، كلمة هذه الكلمات تبقى اسماء يا شباب، اسماء تفضيل ووزنه أفعل. طبعا ضميرا في محل رفع وآخر في محل جر، يا سلام، ده احنا ياما طلعنا ضمائر في محل رفع وفي محل جر، تعالى يا سيدي، اسمه الهاء في اسمه في محل جر مضاف إليه، تمام؟ طيب يا سيدي نشوف منحه، لا ده في محل نصب، الرئيس احنا مش عايزين محل نصب، هو ضمير منفصل في محل رفع، كده شكرا، أنا طلعت له الهاء في اسمه على أساس إن هي في محل جر مضاف إليه، وطلعت له الضمير المنفصل هو في محل رفع يا شباب في محل رفع مبتدأ، وممكن الهاء في له طبعا تبقى برضو في محل يا شباب في محل جر. فعلا ينصب مفعولين وحددهما، ها كنا لسه قايلين اهو، منحه في نهايه منحه ايه؟ منح اعطى البسا كسا، فاكر انت؟ كنت بسميهم افعال الشحاته، اللي اعطى منح البسا كسا منع وهبا، ليه بسميهم كده؟ كلهم يدوروا حوالين المنع والعطاء يعني. فلذلك منح هنا الهاء مفعول به اول، واعلى دي المفعول به الثاني، لان الرئيس فاعل طبعا هنا، يبقى منحه الرئيس اعلى، منح عبد العاطي ده اعلى، يبقى الهاء في منحه في محل نصب مفعول به اول، واعلى هي المفعول به يا شباب الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بعد كده بيقول لي مصدرا لفعل رباعي وبين فعله. بص انا رحت لمحه على طول، اظن الناس بقى اللي معايا من الاول بقت محترفه مصادر ما شاء الله، يعني ربنا يكرمك يا رب. بتدمير، تدمير على وزن هنا ايه؟ تفعيل، يبقى ده مصدر رباعي شكل تحسين، فاكر تحسين الانتاج واجادته تلبيه للجماهير الى اخر الجمله اللي احنا حافظينها. بيقول لي فعلا امدح بطولات محمد عبد العاطي في جمله، حبذا بطولات محمد عبد العاطي، او نعم البطولات بطولات محمد عبد العاطي، لو مدحت بنعمه لابد ان تاتي بكلمه فاصله. ده استطاع الرقيب اول عبد العاطي تدمير عشرات الدبابات للعدو، حول المصدر الصريح تدمير الى مصدر مؤول واكتب كلمه عشرات، يبقى هنا استطاع الرقيب اول عبد العاطي ان يدمر، ايوه، ما هو تدمير تتحول لان زائد مضارع، هذا المصدر العالي المؤول، يبقى ان يدمر عشرات الدبابات للعدو بقت مفعول به. خلي بالك هنا مفعول به تعامل هنا معامله جمع المؤنث السالم عادي، يعني منصوب بالكسره وعلامه نصبه الكسره، يبقى اقول له ان يدمر عشرات الدبابات للعدو، عشرات مفعول به منصوب علامه نصبه الايه يا شباب الكسره. اكشف في معجمك عن كلمة وسام، عادي جدا في وسمة باب الواو فصل السين ثم الميم. كده أبناء الطلاب وصلنا إلى نهاية الفقرة 78، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.